الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنحن ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل مع ملحة الإعراب، نقول وبالله التوفيق حديثنا عن كم الاستفهامية. نعم. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. نعم. في باب كم الاستفهامية. نعم. قال وكم إذا جئت به مستفهما فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. نعم. قال الإمام الفاكهي تقدم أن كم استفهامية وخبرية. نعم. وأن الاستفهامية بمعنى أي عدد. وقفة صغيرة يبين هنا أمرا مهما، هو أن كم عند العرب تنقسم إلى قسمين، كم تفيد الاستفهام، كم استفهامية، وكم خبرية. فكم الاستفهامية تختلف عن كم الخبرية، فكم الخبرية تفيد التكثير، وكم الاستفهامية تكون بمعنى أي. نعم. وعلى هذا هناك فرق بينهما، هو أن كم الاستفهامية تمييزها كتمييز عشرين أو كتمييز أحد عشر، يعني يكون مفردا ويكون منصوبا. نعم. وأما كم الخبرية فتفيد التكثير وتمييزها يكون مفردا مجرورا. تقول كم كتاب عندك، كم كتاب، أو أن يكون التمييز فيها جمع مجرور، تقول كم عبيد ملكت مثلا. نعم. وعلى ذلك فكأن كم الخبرية تمييزها مفرد مجرور كتمييز الأعداد من 3 إلى 9. نعم. أو جمع مجرور كتمييز 100 والـ1000. نعم. وأما كم الاستفهامية فتمييزها يكون مفردا منصوبا كتمييز الأعداد من 11 إلى 99. وإليك الأمثلة، تفضل. قال تقدم أن كم استفهامية وخبرية. نعم. وأن الاستفهامية بمعنى أي عدد، فإذا استفهمت غيرك بكم. نعم. وجب نصب ما بعدها على التمييز. نعم. ولا يكون إلا مفردا. الله. كتمييز 11 كما بينا. نعم. تقول كم كوكبا تحوي السماء. نعم. أي تجمع. نعم. كما تقول رأيت 11 كوكبا. وقفة صغيرة بين أمرا مهما، هو أن تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا، كم الاستفهامية يكون مفردا ومنصوبا كتمييز الأعداد كما بينا من 11 إلى 99. نعم. اقرأ معي قوله تعالى يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، فكوكبا هنا تمييز. جاء تمييز. نعم. ومفرد ومنصوب. كذلك تقول كم كوكبا تحوي السماء. نعم. فكم هنا لها الصدارة. نعم. لأن أدوات الاستفهام لها الصدارة، أسماء الاستفهام لها الصدارة. جميل. فكم مفعول
والناصب له الجملة الفعلية بعده وهي جملة تحوي السماء. نعم. وكوكبا تمييز وهو مفرد ومنصوب، كم كوكبا تحوي السماء. نعم. فكم مفعول مقدم وكوكبا تمييز منصوب وهو مفرد. نعم. وجملة تحوي السماء فعل وفاعل، وكم نصبت بالفعل بعدها. نعم. عظيم جدا. نعم. قال فكم مفعول مقدم. نعم. لتضمنه ما له صدر الكلام، لأن الاستفهام له الصدارة. نعم. نعم. وكوكبا تمييز. نعم. وما بعده فعل وفاعل. صح. قال نعم إن جرت كم بالحرف، إن جرت كم بالحرف، إن جرت كم بالحرف، الحرف جاز لك في تمييزها إذا كان متصلا بها الجر أيضا. الله. بمن مضمرة على الأصح. نعم. ويجوز أيضا إظهارها. الله. نعم. فتقول بكم من درهم اشتريت أو بكم درهم اشتريت. وقفة صغيرة يبين أمرا جميلا، هو أن تمييز كم كما بينا مفرد ومنصوب. نعم. لكن يجوز جره بمن مضمرة أو مظهرة. متى؟ إذا جرت كم، تقول بكم درهم اشتريت هذا. نعم. بكم درهم، فدرهم مجرور بمن مقدرة، ويصح أن تقول بكم من درهم، فدرهم مجرور بمن مظهرة. نعم. وبذلك انتهى المصنف والشارح من كم الاستفهامية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.